السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا النبات الجميل ده. ده نبات المكحله، من اسهل النباتات تكاثرا. هنتعلم ازاي النهارده ان شاء الله يتكاثر بطريقه سهله، ونعرف اعتناقه ازاي، وبيقعد في شمس ولا بظل. خليكم معانا عشان انقله. زي ما انتم شايفين كده، دي العقلة اللي احنا هنزرعها، دي عقلة طرفية. هناخد عقلة تانية نوريكم ازاي بنقطعها. هي بتبقى عبارة عن عقلة، شفتوا؟ عارفين عقل القصب؟ هو نفس نظام عقل القصب. فاحنا هناخدها من عند العقلة. بص، سامعين الصوت؟ يبقى احنا معانا الطرفية والوسطانية، وعملنا المجموعة نفس المجموعة، نفس النظام. ايه ده؟ كان ما شاء الله في دنيا كبيرة، خدناهم عشان ايه؟ نعلمكم ازاي ايه تعقلوها بكل سهولة. احنا ان شاء الله نعقل المجموعة دي كلها. خليكم معايا. دي البطاط اللي احنا هنزرع فيها، وده الشتلات اللي احنا هنشتلها. هنسمي الله ونصلي على النبي، ونمسك النبات وانا ايه ونفحط له كده ونقفل عليه. كل بط نخلي فيه ايه حوالي 2 بط، اللي هي ايه زي ما اتفقنا العلب البلاستيك. وبعد كده ايه هنسقي. يبقى هناخد النبات زي ما اتفقنا كده واحدة واحدة، عشان النبات ده يعني الساق بتاعه ضعيف. فواحدة واحدة ايه معاه واحنا بننقله. كده احنا عملنا 2، نعمل 3. خليكم معايا عشان نعمل 3. بمناسبة اللي احنا اتفقنا اللي هو لونه موف، عندي بوت بلاستيك اهوت نفس اللون موف، فهنزرع فيه. هنعمل نفس النظام كده ونقفل كويس، والعقلة دي ان شاء الله هتطلع برضه، بس مش هنحطه في مكان شمس حامي دلوقتي. بعد كده هنحطه في شمس اي متوسطة، يعني ايه مش شمس حامي اوي برضه، لكن حاليا هنخليه في مكان بيقع عليه شمس ساعة ولا حاجة لغاية اما ايه اللي يطلع جذور. يبقى احنا كده عملنا 1 2 3. بعد ان شاء الله حوالي 20 يوم نحط الرمل كده ونرجع دي هنا كده، او نخلي دي هنا. ايه رايكم كده؟ بعد فترة ان شاء الله حوالي 20 يوم، بعد 20 يوم ان شاء الله او 15 يوم، شهر بالكتير قوي، هيبقى نفس النتيجة. شايفين ما شاء الله بدأ يطلع خلف تاني اهو، ادي خلفة وادي خلفة وادي خلفة، من نفس الطريقة دي بالظبط. اهم حاجه ما يقعدوش في الشمس مباشره فتره اللي هو ايه تطريع الجذر. تمام، احنا كده هنسقي اللي احنا ما شربناهوش دي، كده شربناها، وده كده ان شاء الله لغايه ما نتاكد اللي هو شرب كله ميه، ونزرع كده تاني. تمام كده خلاص، هو كده ايه البط اتملى ميه. هنسمده امتى؟ هنسمده ان شاء الله. هو الطبيعه اللي احنا نقلنا فيها دي كده كده كان عليها ايه سماد، كان متقلب سماد، يعني كنت مقلب رمله على طينه زراعيه على سماد.
السماد ده كنت بحطه في الجزء التحتاني في الخلطة، فعشان ايه الرزور تسحب منها. فان شاء الله هنسمده كمان 20 يوم، وهنبص نلاقي نبت زي ايه، زي الخلف دي بالظبط كده، ايام الخلف ويتكاثر. يعني الفرع ما بيفضلش فرع زي ما كده، لا ده الفرع بيفضل يخلف. يعني ان شاء الله ده كده 2 شهر ولا حاجة، تبص تلاقي ايه، طلع خلف من كل حتة، وتاخد تقطم الخلف وايه وتزرعها ايه بنفس الطريقة دي. بس فما تنسوش تشتركوا في القناة لو استفدتوا معلومة، دوس لايك. أهم حاجة في الموضوع المنظر الجماعي، يعني ما بقاش عندنا نبات وفي نفس الوقت مش عارفين نستغله، فلازم نحطه بشكل جميل عشان ده نبات. انا كده مش هشربه بقى الا بعد اما الاقي، امسك كده الطمية الاقيها فركت في ايديا، ماشي؟ يعني ايه قدامها حوالي 4 5 ايام لغاية ما الطمية تنشف. والسلام عليكم ورحمة الله.